التنسيق مع مجموعة الدرك الوطني عمليات مداهمة مشتركة شملت بؤر ومناطق الإجرام، سخرت لها كل الوسائل المادية والبشرية، حيث تم من خلالها حجز أقراص مهلوسة وتوقيف أشخاص وتفتيش العديد من الأماكن والسيارات. لغاية إنجاح هذه العملية سخرت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة من فرق إقليمية، فصائل الأمن والتدخل، فصيلة الأبحاث، مجموعة التدخل، السرية الإقليمية لأمن الطرقات، وكذا الأفواج السينوتقنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها ودحر عصابات الأحياء وتجار الممنوعات، خاصة بعد صدور الأمر رقم 2003 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. استطاعت قوات المقحمة في هذه العملية من تنفيذ عدة أذون بالتفتيش، كانت نتائجها إيجابية، وتبقى العملية مستمرة في المستقبل إلى غاية القضاء على هذه الظاهرة بتاتا على مستوى إقليم ولاية تلمسان، سواء الإقليم الحضري أو الشبه الحضري.